هنا هنشوف أحسن المواقع الموجودة في تعليم البرمجة، موقع اسمه W3 School. W3 School الموقع ده أونلاين، ويب توتوريالز، فيه توتوريالات أونلاين. لو كتبت W3Schools.com يفتح معاك الموقع ده، بتلقى فيه شروحات جميلة جدا، منها دروس عن ال HTML، حتى فيها تتعلم ال HTML على الويب سايت، أو فيديو توتوريالز، فيديوهات أو مرجع بتاع HTML، أو تاخد شهادة منه إذا عايز. فبدرس الموقع ده ال HTML بصورة ممتازة جدا، وبدرس كورس CSS، وعنده كورس عن الجافا سكريبت، كورس عن البايثون، كورس عن ال SQL، ال PHP، الجافا، كل الكورسات، كمية كبيرة من الكورسات، C#، غيرها من الكورسات. الموقع ده شرح ممتاز جدا، أنا هسه هشتغل منه، بشرح منه ال HTML. فهنشوف الدرس الجاي، أخذنا لمحة عن الموقع ده في الـ 3 سكول. الدرس الجاي هنبدأ ال HTML باستخدام الموقع ده. وإذا عايز عندك ما عندك مشكلة في الإنجليزي، ممكن تحضر الفيديوهات بتاعت الكورس موجودة على الموقع نفسه، وبرضه شرحها متميز جدا. زي كده مثلا بنشرح ال HTML بصورة متميزة. إذا أنت بتعرف إنجليزي ممكن ما تحتاج تتابع ال HTML أكثر من الفيديوهات بتاعت ال HTML School.